من أنا وصغيرة أحلامي غريبة. أول حلم كان عندي كان إني أكون رقاصة. أكم من حدا فيكم كان حلمه غريب هو صغير؟ مش ضروري يكون هالقد غريب، بس يعني شوي غريب. كل ما أهلي يروحوا على مصر كنت أطلب منهم يجيبوا لي بدلة رأس، عبين ما صار عندي مجموعة من بدلات الرأس، مع إنه ما كان عندي أي نوع من تناسق بالحركة ولا حتى كنت أعرف أرقص. لا لا هيك، بس بعد سنين اكتشفت إنه حبي كان مش للرأس، كان للخامات الموجودة ببدلات الرأس. فهاد بوصلني لتاني حلم كان عندي. صار عمري 17 سنة وصرت أصير مصممة أحذية. رحت على لندن عشان أخذ دورات وصاروا رسماتي كلهم لهم خاص بالأحذية. بعدين واحدة من المناسبات إجتني الفرصة إني أعمل أول عرض أزياء لإلي بدون ما أدفع ولا إشي، بس مفروض أدبر مجموعة عارضات ومصور. كتير سهل. بعدين قلت لحالي فرح، شو عم تفكري؟ من وين مفروض تجيبي عارضات؟ كيف مفروض تدبري التكاليف؟ ولا حتى بتعرفي تخيطي. بس كمان مرة قلت لحالي إيش أسوأ إشي ممكن يصير؟ فتخليت عن الخوف وقلت ليش لا. رحت على الباص رايحة على الجامعة، بعدين لاحظت في بنت طويلة هناك، فرحت عندها طلبت منها تكون معي عارضة. نفس الإشي عملت بالجامعة، بالباص، على الشارع، عبين ما سألت 30 بنت و8 منهم وافقوا. بعدين أخذت مصروفي الشهري ورحت أشتري قماش. أرخص قماش كان شبك نيوبرين بيستعملوه لشنط الظهر. بعدين جبت مطاط وجلد وقمايش مش كتير بيستعملوا للأواعي، بس لأني ما كان عندي خبرة بتنعت القماش وما كان عندي خبرة بالأزياء طلعت مجموعتي زي هيك وهيك. ليه عم بقولكم هاي القصة؟ لأنه هون بلش عندي الشغف للمواد الغريبة والقمايش الغير ملبوسة. بعدين صرت أفكر كيف ممكن أغير القماش أكتر، فمزجت القماش مع أكريليك سيليكون. بعدين قلت كيف ممكن أخده أبعد من هيك، اكتشفت القص بالليزر، وهذا كم معمول من قص الليزر. هون صار عندي الشغف لمفهوم خد إشي موجود وعدل عليه. اكتشفت في كتير مصممين غيري بيستعملوا هذا المفهوم. هدول العقد الحظ بيستعملوهم كتير باليابان، بكتب عليهم الأمنية بعدين بسحبوا ورقة بيطلع عليها رح تتحقق أو لا، بمسكوها بعقدوها على شجرة أو عسور. بعدين في مصممة مجوهرات أخذت هاي الفكرة وحولتها لقطع مجوهرات. كم من حدا فيكم راح وادي رم؟ شفتوا الجسر الصخري؟ هذا الديسك معمول من أكثر من 74 طبقة خشب ومستوحى من الجسور الصخرية. من تجربتي أنا أخذت الأساسيات بكل خزانة، أخذت جاكيت البدلة الأسود والقميص الأبيض، بعدين مزجتهم مع البكتيريا المكبرة بالميكروسكوب وطلع معي زي هيك. استعملت تفاصيل مستوحاة من البكتيريا على الكمام، على القبة، وعملت القميص من الباترون الياباني اللي بخفف الخياطات. كمان مثال على هذا الشغل هو غطاية ألم البك. هاي المصممة المجوهرات أخذت غطاية ألم البك
وملبس وأنينة بيبسي وعملت منهم قوالب وحولتهم لمجوهرات. وبعدين المجوهرات تبعونها قد ما باعوا وصارت عالمية أخذوها بيت أزياء ديور لتصير مصممة المجوهرات لقسم الرجال. تجربة تانية على هذا الحكي هي التاج. أكم من حدا فيكم بس يشتري قطعة جديدة بكب التاج دغري؟ قلت كيف ممكن أستعمل هاي الورقة الصغيرة لتورجي الفكرة تبعت مجموعتي؟ فعملت تاج مقصوصة بالليزر، وهذا الإشي بوصلني لأول تجربة إلي بقص الليزر. كان ما عندي أي نوع من خبرة بالجرافيك ديزاين، أخذت ملف على أدوبي إليستريتر، رسمت لي رسمة وبعته ينقص، وأنا هناك طلعت الرسمة غلط. التجربة كلها كانت فاشلة وكل شيء كان مأساة، بس هذا الإشي خلاني أقرأ، أحضر فيديوهات، أسأل مورد عن نصايح، وضليتني أتدرب عبين ما صرت شاطرة بقص الليزر. بعدين قلت لحالي كيف ممكن تاخدي شغلك لأبعد من هيك غير قص الليزر، ففكرت بفكرة التعاون أو دمج المجالات. بدي إياكم تتخيلوا معي نحات بنحت وجوه رومانية، مبيعاته نزلت فقرر يعمل تغيير فحول منحوتاته لفازات ورد. بعدين قال لحاله بدي إياهم يصيروا ملونين، يصيروا أغرب، فبعتهم لفنان جرافيتي ليلون له عليهم. كنا بمحل وصرنا بمحل جديد. مثال تاني هو صانع شنط جلد حكى مع فنان مصمم 3D يعمل له أعمدة جرش، بعدين طبعوهم بماكنة 3D وصارت إيد شنطة. لو بلاقي هاي الشنطة بالسوق أنا بشتريها بكون لابسيتها اليوم. مثال واقعي على هذا الحكي هو الفنان السوري سبهان آدم. برسم أشخاص وجههم بوحي كل شيء غلط بالإنسانية، مثل الكره والجشع والعنف، بس بلبسهم ألوان ملوكية وقماش معبى بالخرز. قرر يبعت الكانفاس تبعه عند خطاط ويرسم له بالخط العربي، بس يترك له دائرة بالنص لسبهان يرسم فيها، فطلعت زي هيك، مزج بين فن الخط وفن الرسم، وأنا بالنسبة إلي من أحلى مجموعاته. مفهوم التعاون مفهوم أنا كتير بآمن فيه. ممكن شخص واحد يطلع بفكرة منيحة، بس وقت ما يجوا شخصين مبدعين بمجالين مختلفين بيطلعوا بفكرة مش طبيعية. من تجربتي أنا بالتعاون كان عندي عرض أزياء، خيطت المجموعة، قصيت القطع بالليزر، بس حسيت في إشي ناقص، فطلعت الكمبيوتر بلشت أدور على مشاريع أزياء بدو بس بطريقة بتلبس وبطريقة رسمية. فقلت بحتاج حدا يساعدني، حكيت مع هاشم جقة أخصائي تصنيع وطلبت منه المساعدة. فكرني مجنونة لأنه ما كان عندنا الوقت الكافي لنجيب المواد اللي نحتاجها لنطلع بالفكرة اللي كان بدنا إياها، بس وقت ما مزجنا خبرتي بالتصميم الأزياء وخبرته كأخصائي تصنيع طلعت النتيجة بتجنن. قصيت شبر بشعار المجموعة ليفوت فيها إضاءة الLED، وخيطنا ضواو تفاعلية بالتنورة الداخلية. فلو ما سمعت لخبرته ولأفكاره كان ما عرفت إيش أعمل. لو ما تعلمت قص الليزر كان طلعت مجموعتي زي هيك، ولو ما تعاونت مع هاشم كان طلعت مجموعتي هيك. ولأني حكيت ليش لا،
طلعت المجموعة هيك. أكتر جمل سمعتهم من أول ما بلشت: ما منلحق، ما بزبط، كتير صعب، وأنا متأكدة إنه أنتوا بتسمعوهم كمان كل يوم، بس بدي إياكم دايماً تقولوا ليش لا. لأنه أنا وصغيرة لو انحكالي لا على قصة الرأس كان ما اكتشفت قدي عندي حب للأمايش والخامات الجديدة. ولو أول مرة فشلت بالقصب الليزر وحكيت لا ما رح أرجع أعيدها، كان ما قدرت أعمل مجموعات مميزة وغير عن الأشياء الموجودة بالسوق. ولو قلت لا للتعاون كان ما بكون هلأ بعرف الأشياء اللي بعرفهم وتعلمتهم من الأشخاص المميزين اللي اشتغلت معهم، وأكيد ما بكون واقفة هلأ قدامكم. فبدي إياكم تتركوا اليوم مع نظرة جديدة، بدي إياكم تتطلعوا على طريقة شغلكم، على المنتجات، على المنتجات اللي بالسوق، أبليكيشنز، ويب سايتس تستعملوهم كل يوم، وبدي تشوفوا قدي ما في حدود لإمكانية التجديد والتغيير، وما تحددوا حالكم بأفكار عادية أو مألوفة. بدي إياكم تتجرؤوا ودائما تحكوا ليش لا. Thank you.